مشاهدينا رجعنا لكم مره تانية وبنستقبل على الهاتف الدكتور محمود عنبر استاذ الاقتصاد. اهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور محمود وسهلا يا فندم، صباح الخير. صباح الخير على حضرتك. دكتور محمود، يعني مصر بتعد ثاني اكبر شريك اقتصادي في افريقيا للبرازيل. حضرتك شايف ايه العوامل اللي ساعدت على تقويه هذه الشراكه؟ يعني يمكن زي ما حضرتك تفضلت في المقدمه عن اهميه هذه الزياره اللي بتعد اول زياره رسميه منذ 20 عام، واحتفالا بمرور يعني يمكن 100 عام من العلاقات الدبلوماسية ما بين البلدين. هناك الكثير حقيقة الأمر من العوامل التي تفسر الزيادة المطردة فيما يتعلق في مجمل العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري اللي بالنظر خلال سلسلة زمنية يمكن يعني ملاحظة تطور ونمو معدل حجم التبادل التجاري ما بين الدولتين، وده يمكن بيرجع إلى عدة عوامل. أولهما فكرة اختلاف الهيكل السلعي والخدمي ما بين الدولتين، وده واحد من أهم حوافز قيام تجارة ما بين دولتين، إنه الهيكل السلعي ما بين الدولتين إلى حد كبير مختلف، وبالتالي هناك ميزة يعني نسبية أو شبه مطلقة داخل كل دولة فيما يتعلق ب السلع التي تحتاجها الدولة الأخرى. الأمر الآخر أيضا فكرة استفادة كل دولة من الدولة الأخرى، يعني لو نظرنا مثلا إلى حجم التبادل التجاري ما بين الدولتين هنجد أنه خلال العشر أشهر الأولى من 2023 كان تخطى 2.4 مليار دولار. غالبية هذا الرقم بيصب في صالح الميزان التجاري البرازيلي، بمعنى أنها غالبيتها واردات من الدولة البرازيلية، وبالتالي دخول الدولتين في تكتلات اقتصادية ده واحد من أهم الأسباب التي يمكن أن تقلل من عبء الدولار أو الاحتياج إلى الدولار بالنسبة للدولة المصرية. أيضا البرازيل بتنظر، ومش حقيقة الأمر مش البرازيل بس، كثير من دول العالم بتنظر إلى الدولة المصرية باعتبارها الممر الآمن للنفاذ نحو الأسواق الإفريقية، خاصة بعد تدشين منطقة التجارة الحرة القارية، وباعتبار مصر يعني الآن عضو في كثير من التكتلات الاقتصادية الخاصة بالقارة الإفريقية. أيضا يعني الاتفاق في كثير من القطاعات اللي بتتبناها الدولتين، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات في الاقتصاد الأخضر بشكل عام. الدولتين لديهم يعني خبرات طويلة في هذا الإطار. أيضا برازيل بتعتبر تجربة تنموية عظيمة يمكن أن تقدم دروسا مستفادة لكثير من دول العالم، خصوصا في يعني ظل توقيت بيسود العالم كله حالا من اللا يقين، ولكن مع تشكيل الخريطة الاقتصادية الحالية واستعداد وتهيئ العالم إلى التحول نحو اقتصاد متعدد الأقطاب، يعني البرازيل سوف يكون لها دور محوري في هذا الإطار. استفادة الدولة المصرية بشكل كبير من الدخول في شراكات سواء على المستوى الثنائي ما بين الدولتين من خلال بروتوكولات تعاون، أو فيما يتعلق بوجود الدولتين في إطار تكتل اقتصادي، وطبعا بيشار هنا بشكل أساسي إلى تكتل البريكس اللي بيعتبر الآن يعني أهم التكتلات الاقتصادية على مستوى العالم، لأنه حتى مستوى الناتج المحلي الخاص به تعدى إلى حد كبير مستوى الناتج المحلي للدول السبع الصناعية. أيضا إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه التكتل في تشكيله الجديد سواء فيما يتعلق بمستوى الناتج المحلي أو بعدد سكان الدول الداخلة في هذا التكتل، أو حتى في الدول يعني وأهميتها الاقتصادية والاستراتيجية للانفتاح على العالم أو ما تسيطر عليه هذه الدول من كثير من الموارد، وعلى رأسها طبعا موارد خاصة بالطاقة. ندرك تماما أهمية هذا التكتل اللي إنه في حالة تطوره واعتماده عملة قائمة على هذا التكتل، أو حتى فكرة مرور السلع والخدمات ورأس الأموال دون وجود أي حواجز
واحد من أهم الأسباب التي يمكن أن تساعد اقتصاد الدولتين. يعني دكتور محمود عنبر احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. كان معنا دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد.